أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مستر ياسيني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم يس، السلام ورحمة الله وبركاته. read this. أوكي. التدريب الخمسة، مس اقرأ. خامس، التدريب الخامس، اقرأ الفقرة ثم اقرأ أجب عن الفقرة، اقرأ اقرأ الفقرة، اقرأ اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. عمر طيار درس الطيران في كلية درست الطيران، طيران. درس الطيران في كلية الطيران، وهو يعمل في شركة الطيران. شركة يذهب طيران. شركة الطيران، يذهب عمر مبكرا إلى الشركة. يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا وينتهي الساعة الواحدة ظهرا. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم، ويعمل 5 أيام في الأسبوع. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. ريد اوكي مستر هول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Answer these questions. ما مهنة عمر؟ عمر طيار. ماذا درس؟ درس الطيران في كلية الطيران. Only the answer is only درس الطيران. درس الطيران. ماذا درس؟ درس في كلية أين الطيران. درس في كلية الطيران؟ أين درس؟ درس في كلية الطيران. أين يعمل؟ يعمل في شركة الطيران. ونكس نين الزرارة. فايف فايف. متى يذهب إلى الشركة؟ يذهب عمر مبكرا إلى الشركة. متى يبدأ العمل؟ عمل الساعة السادسة صباحا. متى ينتهي العمل؟ وينتهي الساعة الواحدة ظهرا. كم ساعة يعمل في اليوم؟ يعمل 7 ساعات في اليوم. كم يوما يعمل في الأسبوع؟ ويعمل 5 أيام في الأسبوع. متى عطلته؟ عطلته يوم الخميس. متى يوم هي عزلنا؟ yes يوم يوم الخميس. ويوم الجمعة. ويوم الجمعة. Okay, next student with the name of hello سارة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Repeat what you hear. أوكي سا.
الوحدة الثامنة. الوحدة الثامنة. العمل. الأمل. الدرس الحادي والسبعون. الدرس 71. التدريب الخامس. التدريب 5. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ الفكرة ثم اقرأ أجب. الفكرة اقرأ الفكرة عن ال ثم ساي فكرت أجب ثم واجب. ثم أجب سن واجب عن الأسئلة. عن الأسئلة. Who is asking about time? We have changed the time little bit. We start earlier أوكي now. أوكي عمر طيار. عمر الطيار درس الطيران في كلية الطيران. درس طيران في كلية الطيران. وهو يعمل في شركة الطيران. هو يعمل في شركة الطيران. طيران. طيران. أوكي سا. يذهب عمر مبكرا إلى الشركة. يذهب مبكرا عمر. يذهب عمر مبكرا. أوكي. يذهب مبكرا عمر يذهب إلى عمر الشركة. سوري سا. يذهب عمر مبكرا مبكرا إلى الشركة. إلى الشركة. يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا. يبدأ عمل صباحا سادسا. نو سادسا. how do I say it؟ الساعة السادسة صباحا. سادس سالسة صباحا. وينتهي الساعة الواحدة ظهرا. وينتهي السادسة. وينتهي السادس السادس 18 ظهرا. ثامنة عشرة ظهرا. الساعة الواحدة ظهرا. سوري. الساعة الساعة الواحدة الواحدة ظهرا. واحدة ظهرا. أوكي سا. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم. يذهب عمر يعمل سبع عمر يعمل عمر 7 ساعات في اليوم. 7 ساعات اليوم. So can I read it from the paragraph, sir? We have already read it. Okay, sir. Okay. ويعمل 5 أيام في الأسبوع. ويعمل 5 أيام في الأسبوع. العطلة يوم الخميس. العطلة يوم الخميس. ويوم الجمعة. ويوم الجمعة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. مستر ياسيني. Yes. التدريب السادس. التدريب الثالث. سادس. التدريب السادس. اقرأ الفقرة اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة.
ثم أجب عن الأسئلة. فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية. فاطمة مدرسة في مرحلة ابتدائية. Read it from here. Complete again. Read from here, from the screen. Yeah. فاطمة مدرسة في مرحلة مدرسة. الابتدائية. مدرسة في المرحلة الابتدائية. Next. تستيقظ الساعة الخامسة فجر، خامسة فجرا، وتذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا. يبدأ اليوم الدراسي ساعة يوم الدراسي الساعة السابعة صباحا، وينتهي الساعة ساعة الثانية عشرة ظهرا. تدرس فاطمة خمس حصص في اليوم. تدرس اللغة العربية والثقافة ثقافة الإسلامية والعلوم. تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة وتقرأ كتابا أو صحيفة. مسهور. Answer needs. ما مهنة فاطمة؟ فاطمة مدرسة في المرحلة Fatima to الابتدائية. mudarris at only, nothing else. فاطمة مدرسة في أي مرحلة تدرس؟ المرحلة في الابتدائية. المرحلة في المرحلة الابتدائية. متى تستيقظ من اليوم؟ تستيقظ الساعة الخامسة فجرا. متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا. نمبر 5 نين الزرارة. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ دراسي. دراسي دراسي يبدأ اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا. متى ينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا؟ كم حصة تدرس فاطمة في اليوم؟ تدرس فاطمة خمس حصص في اليوم. ماذا تدرس؟ تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. ماذا تدرس؟ تدرس درس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. And كم حصة تدرس في اليوم؟ تدرس خمس حصص في اليوم. أوكي. أين تذهب في الاستراحة؟ في الاستراحة إلى المكتبة. ماذا تفعل في المكتبة؟
ماذا؟ وتقرأ كتابا أو تذهب إلى صحيفة؟ المكتبة. أين تذهب في الاستراحة؟ تذهب إلى المكتبة. تذهب إلى المكتب. ماذا تفعل في المكتبة؟ ماذا تفعل في المكتبة؟ تفعل في المكتبة تقرأ كتابا أو صحيفة. تقرأ كتابا أو صحيفة. صحيفة. سامية كيوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. Repeat what you hear. هي تستيقظ الساعة 5 فجرا. ما منها فاطمة؟ فاطمة مدرسة. في أي مرحلة؟ Where are you, Miss Samia? Repeat the audio. أوكي سير. التدريب السادس. مس سارة، repeat what you hear. يس اقرأ الفقرة. اقرأ الفكرة. ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. فاطمة مدرسة في فاطمة مدرسة المرحلة الابتدائية. في المرحلة الابتدائية. هي تستيقظ الساعة 5 فجرا. هي تستيقظ تستيقظ الساعة 5 الساعة 5 صباحا فجرا، فجرا. وتذهب إلى المدرسة 6 صباحا. وتذهب مدرستي إلى المدرسة إلى المدرسة ساعة 7 صباحا. يبدأ اليوم الدراسي 7 صباحا. يبدأ دراسية يوم الدراسية يوم الدراسية 7 صباحا. السادس سابعة صباحا. وينتهي 12 ظهرا. وينتهي ثانية الساعة 12 ظهرا. الساعة الثانية ظهرا. تدرس فاطمة 5 حصص في اليوم. تدرس فاطمة 5 حصص ساسين في في اليوم. اليوم. في اليوم تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم. تدرس اللغة العربية والثقافية والثقافة الإسلامية والثقافة الإسلامية والعلوم. والعلوم. تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة. So what is the meaning of استراحة؟ break recess. Okay. Recess, okay. So can I hear it again, sir? I'm sorry. تذهب فاطمة إلى المكتبة في الاستراحة. Okay.
تذهب فاطمة إلى المكتبة، تذهب إلى المكتب مكتبة في الاستراحة. مكتبة في الاستراحة. وتقرأ كتابا أو صحيفة. تقرأ كتابا أو صحيفة. أو صحيفة. مش ياسيني نعم. names are written here. You need to tell the name for each picture. أوكي. طفل الطيارة طيار. طيار المدرسة شركة. شركة المدرسة should be this We one. don't have any option of madrasa here. Okay. Okay. لا أو like here we have يعمل معرض أعمى أطفال طيارة شركة صيدلية مستشفى. المستشفى المستشفى yes مستشفى ممرض no عمر يعمل. يعمل يعمل مستشفى ممرض صيدلية صيدلية صيدلية. مستشفى نو أطفال. أطفال مسحور. يس جوين ذيس. هيا هيا بنا أم القرى. أم القرى أم القرى ثلاث دراسي نو 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 شهر رمضان نو نو ها سلامتو. شهر وجب اوكي شهر السل أو متو 5 أيام ثلاث وجبات شهر رمضان اليوم الدراسي. اليوم الدراسي دراسي. سامية كيوم. السلام عليكم وعليكم السلام. Make a sentence using these three words. Arrange أوكي them to make a sentence. أوكي عملي أحب أنا أنا sir I don't understand how to make a sentence أنا أحب عملي. أوكي جزاك الله خير أنا أحب عملي أنا أدرس الطب في كلية التربية أدرس في كلية التربية نعم لي أطفال نعم أنا طبيب next صديقي أحمد طالب كم ساعة تعمل
أنا أدرس الطب. أنا أدرس الطب. هل تحب عملك؟ عمل في الشر في الشر في الشركة. Okay, now we need to tell the mistake, Miss Sara. Tell Yes, which sir. of these words is wrong, which of Yes, these sir. words is spelling It is mistake. أطفال، طلاب، طيران، and تيار. أطفال، طلاب، طيران. Next. طب. What do you want here? طب. تمريض، طفل، طلاب. طب. It is correct, nothing wrong in it. Okay, sir. سيدة لت. Which word is wrong تربية. in the first one, first row? Which word Okay. is wrong? In the first one, sir. طب تمريض. طب طلاب. تمريض. Tamreed. What is missing? So what does تمريض mean, sir? طب، طفل and طلاب Nursing. is okay, but sorry, sir. Nursing. Nursing, okay. تمريض. يا is missing, sir. Yes. تمريض. سيدلت. تربية. ساء. مهنة. ساء is the odd word, sir. No, sa is correct. Nothing wrong in it. Correct. Then سيدلت. Yes, what is the mistake in تربية. Saidalat? سيدلت, sir. What is the mistake in that word? We need to correct the mistake. سيدلت, no. سيدلتن. We need to If it's repeat for ta with ta marbuta. yes, Okay. sir. So it'll be سيدليا. Saidalatun. سيدلتن. Correct these words on your book, everybody. Do this question on your book and send me the picture. I am waiting.